السلام لزامي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وانتم كتشوفوا هالفيديو. اليوم فيديو جديد ومن نوع اخر. هذا النوع ديال الفيديوهات اول مره غادي نديرو لكم، ويلا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي في الكومونتير باش نبقى نديرو لكم. المهم غندير لكم ستوري تايم، نعاود لكم واحد القصه اللي عشناها. هذه القصه عشتها انا وفاتي فاش كنا في الكوليج، ويا صراحه واحد القصه غريبه عجيبه، زعما انا كون ما شفتهاش وما عشتهاش ما غنتيقش ان هذا الشيء راه كاين، ولكن هذا الشيء عشناه ديال بصح وشفناه بعينينا وطرا قدامنا. المهم دابا ارتاحوا تريلاكسا، واللي كيدير شي حاجه يمشي يتشكى ويسمعني مزيان اشنو غادي نعاود لكم اليوم. هاد القصه عطيكم تخلعوا وما تخلعوش، اللي عنده قلب لا يتحمل، اللي عنده القلب لا يتحمل ما يكملش الفيديو. هاد القصه طرات فاش كنا في الكوليج، بالضبط فاش كنا في الثامنه. ديك الساعه كانت عندنا 14 عام، 14 عام فاش كنا في الثامنه، 14 عام. كنا واحد النهار كنقراو في القسم عادي، واحد العشيه كنقراو نهار عادي جدا بحال ايام الله. في الساعه الاخرى من 5 ل 6 باقي نقل، كانت ثلاجه داك النهار. من 5 ل 6 عندنا لانفورماتيك، هذيك العشيه الساعه الاخرى كنقراو لانفورماتيك. جلسة انا وفاتي اللور كنضحكوا، الباقة عقل انا وفاتي اللور كنضحكوا، اللي كنا تشوفوه اللي كنضربوه وكناكلو ما مسوقينش اصلا، هذيك خالقين. وديك الحصة كيكون فيها ديما صداع بزاف، فهمتوا؟ ماشي من دوك المواد الاساسية اللي كيكون فيهم الثقيل وكلشي متابع وكلشي متبع، وتي الاستاذ كيخلي كل واحد على راحته، اللي بغى يتبع يتبع، واغلبية ما متبعينش يعني، فهمتوا؟ القسم فيه صداع وكل واحد شنو كيدير. انا وفاتي جالسين اللور مجمعين ضاحكين، مخاصنا حتى خير. صافي حنا راه قرينا ديك الحصه عادي، من 5 ل 6 خرجنا مع 6 واحد ثلاثه ديال البنات صحاباتنا كيقراو معنا في القسم، صحاباتنا باقي صحاباتنا. قلت لكم هذوك البنات صحاباتنا كانوا جالسين في الطاوله القداميه، ثلاثه ديال البنات، جوج في الطاوله القداميه وحده وراهم، كانوا جالسين. فاش خرجنا بانوا لي جوج شادين في واحد الوحده دايرينها الوسط، وديك الوحده كتضحك 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 بهستيريا. حنا خرجنا شفناها كتضحك، قلنا كره شاده شي فوغيغ وصحاباتها شادين فيها خايفين لا تطيح ولا تسخف بالضحك. صافي هبطنا عادي. فاش كنهبط بين ترونسبورات، دابا فاش كنهبطوا لتحت بين ترونسبورات كنبقاو ندورو شويه على ما ديك شنو كتسمى هذيك اللي كتكون في ترونسبور، المهم هذيك الانسان اللي كتكون في الترونسبور كتمشي تجمع الدراري الصغار. حنا ماشي صغار، حنا ماشي غتجي تدق علينا في القسم وتجي تاخذنا من عند الاستاذه وتهبطنا تحطنا في الترونسبور. حنا كنهبطوا حتى كتجمعي دراري صغار وكنطلعوا، حنا كل واحد عارف الترونسبور ديالو فين كاين غيمشي ليه. صافي حنا كنا كندورو تما، حتى كتبان لينا وحده من دوك البنات اللي شفنا الفوق، ماشي اللي كانت كتضحك، وحده من هذوك اللي كانوا شادينها كتبكي. انا ديما حضرتش، انا مشيت في انت ما كنتيش، انا اللي تلاقيت معها. كتبان ليا كتبكي 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 كتبكي. ديك الساعه فاتي كانت مشات حيت الترونسبور ديالها من دغيا كيمشي. قلت لها مالك علاش كتضحك علاش كتبكي؟ قلت لها علاش كتبكي؟ كتبكي وكترعد، عرفتي في واحد الحاله فهمتوني شي واحد كيبكي بالخلعه، كتبكي وكترعد. يتنعت ليا في الشرجم ديال البيرو ديال المدير، كتقول لي شوفي شوفي. فاش كنشوف انا في الشرجم، داك الشرجم كبير وكيبان كيبان من 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 الزنقه من التحت، كنشوف كتبان لي الدري اللي كانت كتضحك كتضحك. قلت لها مالك؟ قالت لي راه كتضحك بوحدها وما عرفت شنو. صافي طلعت دخلت عندها، ما خلاونيش ندخل بعدا، دخلت بزاف شفتها حيت ديك البنت فهمتو صاحبتي، جاي كانت صاحبتي في ديك الوقيتة. دخلت شفتها وانا نتصدم، كتبان لي كتضحك وكتبكي، ما فهمت والو. الدري كتضحك بالجهد وكتبكي بالجهد وكتغوت. هنا انا فهمت واحد شويه بان الدريه راه واقيله مس عندها، حيت هما اللي كيكونوا في هذيك الحاله. قلت لهم قراو عليها القران، هي تغوت واحد الخوجه. قلت لي انا ما بغيتش القران، شوفوا قلت لهم ما بغيتش القران. الدريه كتنطق القاف، فاش كتكون كتهضر عادي كتنطق القاف، هذاك فاش كانت في هذيك الحاله القاف ما كتنطقهاش. كتقول شي حد كيكروسني طلقوا مني، شي حد كيكروسني. كتغوت انا صافي تخلعت، عشو ديك الساعه كنت
خوافه دابا داكشي ما غيخلعنيش دابا، ولكن في داك اللاج غادي يخلعني داك الشيء. داك كانت هذيك اول حاجه غادي نشوفها بحالك، عمرني شفت شي حاجه بحال حتى انا هذيك اول حاجه كنشوف هذيك الحاله زعما اول مره غنعيش هذاك الشيء. واه الشيء راه والو مقارنه مع داك الشيء اللي غيطرى من بعد. المهم صافي شفت شوف هذيك الحاله تصدمت، وشاده فيها البنت الاخرى اللي كانت معها الفوق، كان وحده بقات كتشبكي وبقات معها وحده بقات شاده فيها، والمدير كيشوف فيها مخلوع. عرفتي فاش شافها المدير غوتات دفع الكرسي وتسخر النور و الدريه عشان صدماتني ولي زاد صدمني هي مغمضه عينها وكتغوت. جات واحد البنت كتقرا معنا في القسم دايره الزيف، دازت من قدامها بغات تشد فيها وهي تقولها بعدي مني انت دايره الزيف ما تقيسينيش، وهي مغمضه عينيها ما فهمت والو. انا تصدمت عشان كنشوف داك الشيء وعقلي ما متيقش. عرفتي فاش كتشوفوا شي حاجه بعينيكم وعقلكم ما بغيش وباقي صغار وعقلكم ما بغيش يتيقها. صافي انا الترونسبور ديالي لتحت كيكلاكسوني كيكلاكسوني تعطلت خاصني نهبط. صافي هبطت وعاتي عينيا مغرغرين كنشوف هذيك الدريه تصدمت بقات فيا بزاف. صافي هبطت مشيت للدار عرفتو معها وصلت عشان مالك الدخله اللي عندنا لتحت ضربت بواحد الدرديكه جريت عرفتي نقول لكم حنا ساكنين في كاتريا عشان الدروج ضربت قبل من دقيقه واقيلا فاش كتنوضي في الليل الكوزينه عرفتي مشيت كنجري واحد الخلعه شداتني ما يمكنش مع كنظلم ديك الساعه كان كيظلم الحال كان فيا ما تشتش. عرفتي طلعت كنجري طلعت للدار بعدا بقيت كنعاود للدار قلت لهم شنو طرا شنو طرا في المدرسه صافي قالوا لي ما تعمريش راسك وداك الشيء. المهم نعست فقت الصباح مشيت للمدرسه مشيت باغا نفهم شنو هو داك الشيء اللي طرا البارح باغا نفهم. لحد الان كنت باقا مع فاش غدا الصح واش عاودت لي شنو كان بغيت نفهم بعدا مشيت نيشان انا عند البنات اللي كانوا معاها هي ما كانتش في هذيك الساعه الاولى داك الصباح ما كانتش مشيت كنسول بداو كيعاودوا لينا قال لك يا لالا كانوا كيلعبوا واحد اللعبه وسط القسم. انا نعطيو نصيحه للدري يا لالا كانوا كيلعبوا وسط القسم في هذيك الساعه الاخيره ديال الانفورماتيك واحد اللعبه ديال استحضار الجن. ما نقدروش نقول لكم السميه ديال اللعبه ولكن هذيك اللعبه كيستحضروا بها الجن. المهم راه معروف معروفه و كيديروا ما تمشيو تقلبوا عليها حيت شوفوا ما كانوا كيضحكوا ولكن الشيء ولا عنده عواقب كبار بزاف بزاف بزاف. قالوا لنا كانوا لاعبين غير بالضحك شافوا داك الشيء في جوجل ولا ما عرفتش في يوتيوب جاوا طبقوه بداو كينطقوا داك هذاك الشيء اللي خاصو يتقال بداو كيديروا في داك الشيء بيناتهم وسط القسم. كنقول لكم كان صداع وكل شيء وجالسين القدام والقدام منهم للداتاشو البيغو ديال الاستاذ جاوا من وراهما فهمتوا كيديروا داك الشيء ما كيشوف فيهم حتى شي واحد. صافي قالوا لنا كانوا لاعبين حتى هذيك البنت اللي طرا لها داك الشيء قالت لهم صبعي ديال رجلي كيقرصني 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 كتقول لهم صبعي كيقرصني وبدات كتضحك حتى دخلات في هذيك الحاله كتضحك كتضحك. صافي حتى دخلات في هذيك الحاله والاخرى كانت كتبكي حيت عارفه اشنو دايرين فهمتوا. صافي هنا فهمنا حنايا صافي هنا فهمنا بان ديك اللعبه هي السبب الدريه اللي طرا لها داكشي. المهم ديك الصباح كنا دخلنا عند الفرونسي الدريه الساعه الاولى ما كانتش داك نهار الرعب عندي عشنا الرعب في ديك الحصه والله زعما ديال بصح وباقي عشنا الرعب راه عشنا شي 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 جوج سيمانات ولا ثلاثه سيمانات داك النهار بالضبط داك هو زعما رجعني كنخاف بزاف انا رجعت كنخاف عرفتي حيت في داك اللاج كتكونوا صغار ما فاهمينش كتكونوا فهمتوا الشخصيه ديالكم كتكون ما قوياش اصلا باش تشوفوا بحال داك الشيء كتكونوا صغار داك الشيء اللي عشنا في واحد البلاصه. ما شفتش شي حد في ديك الحاله عمرني ما سمعتش بداك الشيء زعما ولا شفت شي حد في ديك الحاله. المهم دخلنا الساعه الاولى عند الفرونسي كلشي ساقل كلشي ضرب الضم وكلشي في خبارو شنو طرا صافي تعرف البلان شنو هو ان السبب هي ديك اللعبه. دخلنا القسم كنا عند الاستاذه ديال الفرونسي قلت على ديك مسمومه واحد الاستاذه مسمومه حتى واحد ما كيتفلفل عندها عشان كتقرصك كتخلي القرصه كتقرصك كتزرق عشان نشوف شنو بلاش نوريهم القرصه كيفاش كتشد لك كتشد القرصه بحال هكا وكتبقى دير هاك تقرص مزيان كتقدر لكم الشر الشر عشان كاين شي اساتذه الله يسمح لهم وصافي ولكن زعما كانت عندها. المهم كلشي ساكت شويه وهي تدخل البنت اللي كانت كتضحك اللي طرا لها داك الشيء داخله معطله زعما على الوقت داخله معطله بشي ساعه بحال كانت عند سيرفيونت كانوا كيدويو معاها وداك الشيء باش يفهموا منها فهموا منها انها راه دارت هذيك اللعبه وكذا تما ساقوا الاخبار الاساتذه المدير
ترا ولا شي حوايج في الدار ديك الليله ما نعساتش. المهم صافي جات دخلت القاسم، كتبان لينا داخله القاسم، قلت هي مولفه كتجلس القدام، جلست اللور حيت لقيت بلاصتها عامره، جلست اللور عرفتي وكلشي فوكس عليها، عرفتي كلشي مركز عليها فاش دخلت القاسم كامل داير فيها ومخلوع بحال راه هي جنيه كلشي شايف فيها وحد وكلشي كيشوف فيها، فهمت واحد الشراه فاش كترى شي حاجه زعما خارج كيفاش خارج العاده كلشي كيتصدم كلشي كي. المهم دخلات جلست اللور كلشي بقى حاضر، كلشي كل مره كيدور يدير فيها الست هذا كتقول دور قدامكم قراو كذا صافي حنايا كمل شويه جالسين كنقراو وهي جالسه اللور كاع حتى كتطلق واحد الضحكه هذيك ولا بكيت ضحكات عرفتي ديك الضحكه وقر ديال الشر وهي تسكت فاش كندورو كنشوفو فيها كنلقاوها كتبكي الدموع هابطين وكديرنا وكتشوف في الحيط هي كتشوف ما كتشوف حتى شي واحد كتشوف في الحيط والدموع هابطين وكتضحك الدموع هابطين لها من عينها وكتضحك من بعد يدي بحالك باش كدير لينا بحال شي حد جاي ولا معاك اجي بقى عا خونا كتجلس كديرنا بحالك راه شفتنا عاد انا كنتجلس من هذا الصف وكاين هذا الصف وهي نعتت في الوسط ديال الصف انا كنتجلس في الصف اللي جالسه فيه هي وانا كنتجلس في الصف الاخر عرفتي ومن داك بحال هكاك كيبان كلشي رجع للطاق زعما اللي جالسين فهاد الجوي كلشي رجع بحال عرفتي بنادم تخلع وكلشي بعد كلشي بعد عرفتي كلشي بعد استاذه شافت فيها بحال هكا واش عيط لها على استاذ ديال الجوي استاذ ديال الجوي ماشي ديال التربيه الاسلاميه هكا كيقرينا القواعد ديال القران وداكشي جا بغى يشدها الصوت اللي خرجات واحد الصوت انا بعدا ما عرفتش منين خرجاته واحد الصوت خشن مو داكشي انورمال المهم ماشي نورمال داكشي اللي ماشي نورمال كاع خير ما حنا هادشي اللي كنشوفوه كنعيشوه قدامنا روحه الصدمه خوانا شو هاد الصوت ناري ماشي ديال الدري قالت لي طلق من اوه عشي باغي يشدها والو كتدفعو كتقول لي بعد مني مكتشش. لا هو اصلا ما دارش معايا العنف قالت لي بعد مني ويبعد منها قالت يقول لها مبقاش كيهضر معاها كاع بصفه انها دريه ولا كيهضر معاها بصفه انها دري كيقول لي ولا غير نمشيو خلي الدراري يقراو ومشيو للقاسم الاخر وقلت ليه كنخليهم عشيو كدير فيه واحد الشوف كتخنزر فيه وكتقول لي لا لا كتقول لي بعد مني صافي بقى معاها حتى خرجها داوا البيغو ديال السورفيونت اللي ملاصق مع القاسم ديالنا داوا تما بقى كيقرا عليها القران بحال كيسمعوا الغوات عشان ديك الغوات اللي ديك الغوات ديال بصح اللي كتسمعوه كيخلعكم في قلبكم هذاك هو اللي كنسمعوا حنا الاستاذه ما قدراتش بعدا تكمل لنا الدرس كلشي مخلوع كلشي حتى انا بكيت انت اللي بكيتي انا جبني الفوغيغ ديال الضحك انا بقيت كنضحك ناري عمرني نفضك ما عادش علاش فاش كان عندنا ديك اسد جوي فاش شد الفوغيغ وانا شد علاش جبني الفوغيغ دابا انا فاش شفت فيها فاش كانت كتغاوتي اسد جوي دوي كانت واحد الوقيته ساكته واسد جوي كيدوي بوحدو وهي غير مخنزره ودايره بحال هكا وندور نشوف فيها ويشوف فيها واحد الشوف عرفتي واحد الشوف كتخلع صافي واش دني فوق غير ديال الضحك عشورة بعدا راه انا بعدا فاش شفتها تخلعت واحد الخلعه بديت كنبكي داك البكا ديال ما قدرتش نتنفس بديت كنبكي وفاش كنضحك وخرجت اسد جوي بزاف البنات قال لي اجي نقرا عليك عشان تخلعت صافي خرجني اسد ديال الجوي ومشيت عندها شفتها كيقراو عليها كتغوت شويه وهي تفيق بوحدها كيدوي معاها كيقول لها سلام نعام صافي بقى كيدوي معاها المدير والسيرفيونط وكلشي مجموع عليها قالوا اوتي انا كنت معاها تما قالوا ليها خاصك تمشي تجلسي في الدار صافي ما تبقايش تجي حتى تبراي حتى تشافي حيت ما غاتخلعش في المدرسه لا ما قالوش لها غتخلعي لينا الدايصه ولكن قال لها خاصك تجلسي حيت في الصالح ديالها حتى هي قال لها خاصك تبقاي في الدار داكشي اللي دارت سيمانه ما جاتش ولكن داكشي اطراف المدرسه تكون هبقات ما كاينش الفرق مشات هي بعد داك النهار احنا مخلوعين كنترعدوا والمدرسه كامله المدرسه فيها الماتيرنيل والبريمير والكوليج والليسي بعد البريمير والكوليج والليسي هادو بعدا بثلاثه ماتيرنيل ما صغار بزاف كاملين ولاو كيلعبوا ديك اللعبه انتشرات بواحد الطريقه
كلشي ولا كيلعبها كلشي ولا كيجبدها. انا ما لعبتهاش انا وفاتي ما لعبناهاش اصلا ما قدروش يلعبوا حيت حنا خوافات ولكن الاغلبيه في المدرسه ما كاينش القسم اللي غتدخلوا ما تلقاوش كيلعبوا فيها وكاملين هذيك اللعبه كنسمعوها بزاف فين ما كندورو كنسمعوا اللعبه اجي نلعبوا هذه اللعبه اجي نلعبوا هذه اللعبه اجي كنطلع للترونسبور كنلقى العالك كيشوفوا شي مصيبه كيبغيو يتلاحوا ولا ما كيبغيوش كنطلع للترونسبور كنلقى العالك كيلعبوها كيهضروا عليها كلشي اللعبه انتشرات عشي ديك السيمانه ولا كل نهار خارجة درية معوجي اللي يديها طيحة درية مضاربة مع أستاذة كدفع الأستاذة يعني خارج السيطرة ترى المصائب اللي تروا بزاف هكا كت البنات هكا لدرجة أن المدير ولا اللي كيلقاه كيلعب هذيك اللعبة كيتطرد من المدرسة بصفة نهائية صافي حلف عليهم كاين الطرد اللي لقاه كيلعب هذيك اللعبة الطرد صافي ولو كيجيو القسم كيتحلفوا علينا اللي لقيناه كيحاول ولا عن ولا لقاو عنده شي بروف صغيره انه كيلعب هذه اللعبه في المدرسه بقيت كدير لها التوعيه زعما ديك اللعبه غادي يمشي غادي صافي غادي يمشي بحالاته ومضى صافي كيفاش غنشرح لكم ولا عندنا واحد الجو في المدرسه بحال مسكونه واحد الفتنه انا مشيت كنقلب على ديك اللعبه في جوجل كنشوف شنو هو داك الشيء اللي كيطرا وكذا لقيت بان هذيك اللعبه كتستحضر بها واحد الجن وداك الجن فاش كيتستحضر ما كيبقاش باغي يمشي من ديك البلاصه كيبقى فيها حتى كيخلق الفتنه وكيدير لك الشوشره وكيخيب لك الجو عاد باش يقدر يمشي خاصو يدير الفتنه مزيان ما كيحضرش وكيمشي داك الجن ماشي اصلا هو اللي كيحضر هذاك الجن ولا مع الدم يدار وما كتقريت عليه شفت واحد دابا ديك راه ما عرف كيبقى واحد يعني داك المهم بعدا داك الجن اللي كيتستحضر فهاديك اللعبه كيدير الفتنه ما كيمشي من البلاصه حتى كيدير فيها الفتنه وفعلا داك الشيء اللي كان المدرسه ولا شي واحد الفتنه ما بقاش هذيك ديال كتمشي للمدرسه كتقراي عادي وكترجع للدار لا كتقراي كتخلعي والقرايه ولات صعيبه علينا باش نقراو صافي مشي هذيك السيمانه واحد البنت صاحبتي كتمشي معايا في الترونسبور ولكن ما كتقراش معايا في القسم كتقرا في كاتريان كانت كتمشي معايا في الترونسبور صاحبتي ديال بصح كدير الزيف واحد النهار في الصباح فهاديك السيمانه نيت كنت على الترونسبور كنلقاها شاده راسها ومتكيه وعاد كتبان لي الدريه مسكينه حزينه قلت لها مالكي عاد شويه تعري لي يديها من هنا ومن عاد شي يديها بحال هكا هاد البلاصه وهاد البلاصه الشي كامل كاينين مكتوب لها الصليب ومكتوب لها يس ونو وشي حوايج كانوا في هذيك اللعبه كيداروا فيها مكتوبين لها في يديها وشي رموز والقميش وشي رموز بحال اللي كيدلوا على شي حاجه والنقاطي المهم شفت يديها صدمت انا هذيك هي اكثر حاجه صدمتني هي الدريه اللي فاش كنشوف يديها في هذيك الحاله هذاك الشيء ماشي مكتوب بالفيتخ ولا بالستيلو ولا شي حاجه داك الشيء بحال مكتوب بزازوار داك الشيء فهمتوا بحال لاطراس ديال الدم مقموشه فهمتوا مقموشه ولكن داك القميش عباره عن كتبه وشي رموز هذه هي اللي سهلات معايا عرفتي تحشوا لي الركابي شفتها برد لي الماء في الركابي دينا عند المدير لا مشي ندينا عند الشرفيه انا هبطت عند المدير صافي شافوها حتى هي مرضاش بهذاك الشيء هي لعبات هذيك اللعبه عرفات بانها لعبات مع صحاباتها حتى هي عرفات بانها لعبات اللعبه مع صحاباتها وجربوها فهمتوا هما شافوا الدريه شنو طرا لها وجربوا اللعبه الحمد لله حنا خشي ما جربناهاش ما عرفتش كيفاش ما كناش بعقلنا كنا خوافات وكنا عارفين انا بعدا داك الشيء ما لعبش به انا ما لعبش به حيت انا داك الشيء كان كيخلعني ديك الساعه بزاف داك الشيء اثر علينا بديت كنبكي وعيطت على ماما هذاك الشيء اثر علينا بزاف دابا انا هذا الشيء ما اثرش فيا دابا الصراحه ما اثرش فيا كاع ولكن كل وقت عاد اثر علينا وعشنا في الخلعه ديال بصح المدرسه راه وفي نفس الوقت دير لنا واحد الحماس في المدرسه خرجنا من الروتين ديال القرايه ولينا كنمشيو كنشوفو كل نهار بلان جديد ولكن في نفس الوقت راه كنا كنموتو بالخلعه صافي مشات الدريه عند السورفيون حتى يقراو عليها القران تخيلوا معايا المدرسه تحولات من المدرسه جامع ديال الرقيه ولاو كيديروا الرقيه تما عرفتي داك البيغو ديال السورفيون اللي سخفاش كيدخلوا يديروا لها الرقيه قراو عليها القران كاملين عرفتي كنسمعوا الغوات حنا داك البيغو عرفتي شنو ولات مابقاتش هذيك المدرسه ولات شي حاجه اخرى صافي دخلت الدريه كيقراو عليها القران
صافي الدريه هذيك بشويه بشويه بدات تبعات القران ولا تشي قال لها سيري جلسي في الدار مشات جلسات في الدار تبعات مع راقي مشى في المدرسه راقي خارج المدرسه تبعات معاه حتى بدات كتشافى شويه ورجعت صافي دازت هذيك السيمانه السيمانه الاخرى غتجي البنت الاولى اللي جبدات هاد المشاكل كامل اللي جبدات هاد المشاكل غادي تجي غتدخل معنا القسم عاوتاني كل شيء مركز عليها جلسات القدام بقى عقلا كنت جالسه موراها نيشان كنت جالسه موراها نيشان صافي كتهضر معنا عادي قالت لي انا راه السيمانه كامله وانا كندير الرقيه ما كنعش كنشوف شي حوايج قالت لي انا كنشوف شي مرا نعسه حدايا ما شنو داك الشيء مرا واقفه عليا ما عرفتش هي كتشوف فهمت كتقول كتشوف شويه جالسه ما كنتيقش ما عرفتش اختي والله ما عرفتش مهم قالت لك كانت كتشوف الدري كانت كتشوف وكانت معذبه تعذبات هذيك السيمانه وما براتش راه واخا رجعات ما ولاتش بخير بقات مريضه بقات يرعد باش مرضاش مزيان فداك فاش مشات للدار جلسه انا قلت لكم جلسه موراها نيشان والطويله ديالها كتشوف في الباب ديال القسم كتشوف برا شويه كتقول لنا راه هي واقفه راه هي واقفه شكون هي ما عرفناش شكون راه هي واقفه كنقولوا لها مالك كتبدا تبكي ترعد صافي استاذ عاوتاني وقف الدرس مالك كذا هادي عاوتاني الرقيه في المدرسه خرجوها من القسم حطوها برا قالوا لها جلسي استراحي شربت الماء باش ما تبقاش ترعد بحال هكاك وكل شيء انا ماما حنا خرجنا الاستاذ والله ما عقلتش علاش ولكن عقلت اننا كنا خارجين ولا ما عرفتش بغينا نخرج ولا ما المهم حنا كنا كنبغيو نخرجوا كنخرجوا مشينا خرجنا بقى عقلي خرجنا الاستاذ وبقينا ما دويناش معاه حنا بعاد عليها وهي واقفه هي جالسه ماشي واقفه حنا اللي واقفين وبعاد عليها وهي جالسه شويه ناضت مشات دخلت للطواليت قالت للسيرفيون تبغينا نمشي للطواليت قالت لها سير دخلت للطواليت صافي انا وفاتي كنهضروا وكنضحكوا ما مسوقينش هي دخلت للطواليت تعطلات ولكن حنا ما ديناش في الوقت تعطلات فهمتوا شويه جالسين مقابلين انفاس مع الطواليت طواليت الباب ديالها ماشي هابط حتى لتحت فهمتوا داك الطواليت اللي كيكون الباب ديالها قصير شويه من التحت شفناها شويه كتبان بحال مليوحه رجليها خارجه من الباب وبحال فهمتوا رجليها كتبين على انها متكيه ماشي جالسه طواليت كتبين على انها متكيه في الطواليت مشي نقولها السيرفيون قلنا لها مقدرناش مشات دقات عليها والو مكتحل شوية تحل عليها الباب لقيتها طايحة في الطواليت بحال هكا متشكية راسها في الطواليت طايحة جينا هزيناها معاها والو كرشو عليها الريحة والو ويجي عاوتاني الأستاذ ديال التجويد قالينا خرجوا من القاعدة من البيرو خليهم خرجنا بقا كيقرا عليها ويعطينا عاوتاني بدات كتغوت عشو هذيك الغوات هي اللي كتغوت وحنا راه مخلوعين ربي اللي عالم بينا كنبكيو وصراحه بقات فينا حيت هي كانت صاحبتنا بزاف وخفنا حتى على راسنا حيت كنشوفوا بزاف ديال البنات تقاسوا بهذاك الشيء فهمتوا بزاف ديال البنات وصلات لهم هذيك القضيه خفنا على راسنا وين خايفين من المدرسه حيت المدرسه شنو ولا كيتقال عليها مسكونه كلشي كيدور كيقول لك المدرسه مسكونه فهمتوا لدرجه هاد الشيء ساقوا لي الخبر حتى لي بارون وكلشي عرفتي راه ولات واحد الحاله فهذيك المدرسه المدير ولا خايف على مدرسته صافي السمعه مشات السمعه ديال المدرسه فاش فاقت مشينا شفناها فاقت كيسولوها مالك كيفاش تطرالك باش سخفتي في الطواليت قالت لهم راه دخلت للطواليت وانا نحس براسي شي واحد شدتي من هنا وهزني وخبطني والله قلت لهم حسيت بشي واحد شدني هزني من هنا وخبطني مع الارض كونجورين دابا هذا ماشي فيلم ديال الرعب اش كتسمعوا هادشي واش هذا ماشي فيلم ديال الرعب هادشي كنعيشوه حنايا كنا كنعيشوه كل نهار في ديك المدرسه صافي قالت لينا كنحس بشي واحد هزني خبطني حنا درنا فيها او ما يمكنش صافي بقى كيقرا على الاستاذ القران كيقرا ولكن راه ديال بصح الدريه كتهز وكتخبط ديال بصح فاش بدا كيقرا على هذيك الساعه القران الدريه كتهز وكتخبط وهنا صدمنا صافي انا مشيت جلست في الدار جيت لدارنا قلت لهم ما بقيتش غنمشي للمدرسه بدلوا لي المدرسه انا ما بقيتش باغا نقرا بحال شدتني شي عقده ومبقيتش كنعس في الليل وليت خايفه وليت غير كنبكي داكشي اثر لينا على النفسيه ديالنا بزاف صافي سهل داكشي الدري عاوتاني قالوا لها سيري جلسي في الدار ما تجيش حتى تبراي 100%
صافي رجعت معنا القسم ديك العشيه، كملت معنا ديك العشيه، دخلنا القسم كتعاود لينا كتقول لينا راه اشنو كيطرى ليا في الليل، عشت العذاب، البنت ما كتنعس ما والو. والبنت اللي اديها جايه اللي قلت لكم جات اديها عامره بداك الشيء. انا دابا كنقول لكم على الحالات اللي غراف، راه شحال من وحده بزاف البنات شطره اليوم، ولكن كنقول لكم على الحالات اللي غراف. هذيك البنت مشات حتى هي سيمانه جات هذاك الشيء بدا كيمشي لها بيديها. ياسر دوك الدريات اللي معدوم يدار وباغين يبانو في المدرسه بداو كيمثلو حتى هما هادشي، بداو كيديروا راسهم سخفو الدريات اللي عندهم. وما نعاودش لكم واحد الحاله ولات يعني الصغير والكبير ولا كيلعب هذيك اللعبه، ولكن صافي المدير فاش حمر فيهم عينيه ولا طرد بصفه نهائيه، ما كيعقلش على بنادم. واخا ليكول بريفي زعما راه كنخلصوا فلوسنا، ولكن صافي اللي كيدير شي حاجه كيطرد بنادم بلا حساب، اللي كيلقاه كيلعب كيتطرد. طرد شحال من واحد دراري وبنات بزاف طردوا في هذيك الوقيته. صافي والبنت بقات هكاك شحال وهي مريضه مسكينه، كتجي ما تقلال وكتمشي، يعني داكشي اثر على بزاف ديال الوقت واثر على بزاف البنات، وكانوا عنده عواقب وخيمه اللي بدات غير بالضحك. كانت هذه هي القصه ديالنا، وكنتمنى تكون عجباتكم. هذه القصه ما كتنساش وعمرني ما غنساها في حياتي. وهذه ستوري تايم الاولى وباقي جايين بزاف، وهذه ستوري تايم الاولى وباقي جايين بزاف. وهاد ستوري تايم تقدر تكون هاد ستوري تايم بعدا باش نشرح لكم، تقدر تكون قصه ديالي عشتها انا وصحاباتي ولا انا وكذا، وتقدر تكون قصه من عندكم. يعني البنات اللي باغين يعاودوا شي قصه ماشي بالضروره هادشي ديال الجنون وكذا، اي قصه عندكم اي حاجه بغيتوا تبارطاجيوها مع الناس دخلوا عندي الانستغرام وصيفطوا لي القصص ديالكم، وغادي نحاول ندوزكم كاملين ان شاء الله. مره نبقاو نديرو ستوري تايم وندوز القصص ديالكم فلاشين ديالي، يعني اللي عاشت شي قصه بحال هكا ولا من غير هذا الشيء ديال الجنون شي حاجه اخرى، جيو عندي الانستغرام وعاودوا ليا الا كنتو بيان سور نتوما باغين تبارطاجيو القصه ديالكم مع الناس. والخلاصه من هذه القصه ديال اليوم هي شحال من حاجه كتبدا بالضحك وكتسالي بالندابه. شوفوا كيفاش بداو الصراحه بداو بالضحك الصراحه. الحمد لله اللي ما لعبناش معاهم في ديك الوقيته. تخيلي كون جرونا قبل ما يطرى داكشي كامل قلنا اجي نجربوا، كنا نقدروا نجربوا. يعني البنات انا عارفه كيتبعوني بنات صغار اللي عندهم 13 عام و14 عام و15 عام، عمركم ما تجربوا هذا الشيء، حيت البنت حياتها ولات عذاب، راه كتخرج على الطبيعه. هذاك الشيء راه كاين فغي، ولكن هما بعاد علينا وحنا بعاد عليهم، ولكن حفا كتعداو الحدود حتى هما كيتعداو الحدود. دونك البنات ردوا البال راسكم وما تلعبوش بحال هذا الشيء، وما تمشيوش لشي حاجه اللي زعما نضحكوا نجربوا، ما تكونوش زاعمين بزاف حيت الزعامة والله لا ترموا انفسكم الى التهلكه. اش كتقولها بالضحك عاودها حيت انا قلتها بعقلي في اليوم ما عبرتينيش، وانا خاصك تصدق عليا حيت قلتها. كتعرفيني كنكون مركزه. لا ترموا انفسكم الى التهلكه. لي زامي كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه القصه، وعمركم ما تمشيو لشي حاجه اللي بحال هكا حيت هادشي خطير وكيدي الانسان في الهاويه. وتهلاو في راسكم وكنبغيكم بزاف، وما تنساوش تدخلوا عندنا انستغرام. والى عجبكم هذا الفيديو خليوه ليا في الكومونتير باش ان شاء الله نديرو لكم المزيد. باي باي. باي.